آخر، أعلن رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيريز أنه لا ينوي الاستمرار في المفاوضات مع وزارة المالية وقتا طويلا، ووضع إيريز موعدا أخيرا لإمكانية التوصل لاتفاق بخصوص أجور المعلمين وهو يوم غد الأربعاء. وقال إيريز: لدينا عمل بديل للمعلمين مع قائمة بآلاف أماكن عمل بديلة للمعلمين بوظائف جزئية وكاملة لمساعدتهم على الحصول على مدخول مالي خلال فترة الإضراب. من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي والطلاب العرب العودة للمدارس مع بداية شهر أيلول سبتمبر بعد انقضاء عطلة الصيف، لم تصدر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بيانا للجمهور العربي وتوضح فيه موقفها من افتتاح العام الدراسي في البلدات العربية، إذ كانت اللجنة قد أعلنت الإضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية بسبب تجميد وزير المالية باتسل إيل سموتريتش ميزانيات تمت المصادقة عليها لصالح المجالس والبلدات العربية، وهو ما تراجع عنه بعد اجتماع ليلي شارك به سموتريتش وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية بمبادرة من رئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار مطلع الأسبوع. من جانب آخر، كان رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصار ومنصور قد قال في سياق مقابلة مع قناة تلا حول الاجتماع مع سموتريتش أنه يجب عدم زج طلاب المدارس في الإضرابات، خاصة بعد أن أخذ رؤساء السلطات المحلية تعهدات بتمرير الميزانيات ولم يعد هناك حاجة للإضرابات. للحديث عن بداية العام الدراسي الجديد وسط هذا المشهد، ينضم إلينا في الاستوديو المحامي نديم مصري، رئيس اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب، ونصر أبو صافي وهو مرب ومحاضر، وفادية محاميد وهي معلمة اللغة الإنجليزية وتربية مرورية من أم الفحم. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. لنبدأ مع المربية فادية محاميد. قبل أن نبدأ هذا المحور، لفت انتباهي أنك معلمة لغة إنجليزية، أيضا معلمة تربية مرورية. الإنجليزية نفهمها، اشرحي لنا ما هي التربية المرورية. أنا فادية محميد، معلمة لغة إنجليزية، أعمل في السلك التعليمي منذ ماي قائد 17 عاما. أنا أيضا أعلم موضوع التربية المرورية لهذه السنة، وأيضا أنا مركزة للصحة في ثانوية بداية للبنات. ماذا نعني بالتربية المرورية؟ التربية المرورية هو مصطلح حديث نسبيا، وهو كان معروف سابقا بما يعرف بالدروس السياق النظرية للطلاب الصفوف العاشرة، وقد تغير المصطلح بهدف توعوي، والهدف منه هو تثقيف الطلاب من ناحية كيف يتصرفون في المحيط المروري، والهدف منه هو ضمان المحافظة على سلامة السائقين في المحيط المروري. ماذا نعني بالمحيط المروري؟ هو السائقين، المشاة، وكل ما حول السائق والسيارة. هناك، نعرف أن هناك دروس يعني خاصة للطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية أيضا. نعم. ماذا تختلف يعني التربية المرورية؟ هل اصطلاح مصطلح جديد يعني هذا؟ هو مصطلح شمولي أكثر في الابتدائيات. يعني أنا رأيت من كتب أطفالي، فأنا رأيت أن هناك التركيز يكون أكثر على إشارات المرور، على ممرات المشاة، بينما في الحصص في المدرسة الثانوية هناك التركيز كل ما يتعلق بالانصياع لأوامر السير، وأيضا كيف يتصرف السائق في حالة الخطر، ومتى عليه أن يتنازل عن حقه، حق الأولوية التابعة له، من أجل الهروب من خطر ومنع حادث. جميل. الآن محامي نديم مصري، لنوضح للجمهور، حتى الآن الأمر المؤكد هو عدم افتتاح السنة الدراسية في المدارس الإعدادية والثانوية بسبب الخلاف حول اتفاق الأجور. كيف تبدو الصورة الآن؟ يعني صراحة الوضع يشوب الغموض والارتباك. يعني الوضع ليس فقط للمدارس الإعدادية والثانوية، هذا الإعدادية والثانوية فيما يتعلق في المشكلة ما بين منظمة المعلمين الفوق ابتدائيين ووزارة المالية بالنسبة لتحسين ظروف عملهم والوصول إلى اتفاق لتغيير اتفاقيات العمل. ولكن هناك في الأفق يلوحون في الإضراب وإغلاق المدارس السلطات المحلية. في حال السلطات المحلية المجتمع العربي أعلنت الإضراب وإغلاق المدارس 1/9، عمليا سيكون إغلاق جميع المدارس ابتدائي وثانوي وإعدادي.
نحن نعلم بأن هناك كانت مفاوضات بين منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، وغدا سيكون الموعد الأخير حتى يقرر هل يقوم في الإضراب أم يستمر في المفاوضات مع منظمة مع وزارة المالية. ومن جهة أخرى السلطات المحلية غدا لديهم اجتماع نهائي وسيقرر هل الاتفاق أو ما عرضه وزير المالية بعدم تجميد الميزانيات وإعطائهم الميزانيات حسب معايير جديدة التي قام بإعطائها، أن هناك ليست جميع هذا يخص المجتمع العربي، يخص المجتمع العربي أكيد. نحن نتحدث عن الإقرار حوالي 200 مليون شيكل اللي كانت قد أقرت في الميزانية الدولة في الفترة الأخيرة، ولكن كان يجب تمريرها للسلطات المحلية في هذا قبل شهر وقبل شهر شهرين عمليا كان لازم يمررهن للسلطات المحلية، ولكن الوزير سموتريتش قام بتجميد هذه الميزانيات بادعاء بان هذه الميزانيات تذهب الى عصابات الاجرام التي تغلغلت في داخل المجالس المحليه. اكيد هذا عقاب غير منطقي، واذا كان هناك مشكله بجرائم او عصابات الاجرام قد تغلغلت عليهم محاربه ذلك وليس معاقبه المجتمع العربي والسلطات المحليه بقطع الميزانيات عنهم. هناك وسائل كثيره يجب محاربتها ورقابه الاموال متى تدخل وأين تذهب، وهذا من حقهم وكان يجب أن يكون دائما. نتأمل أن نحل هذا الإشكال. المربي نصر أبو صافي، كيف تؤثر هذه الضبابية التي يتحدث عنها بخصوص افتتاح السنة الدراسية على الطالب وعلى الأهل يعني كذلك؟ أكيد أنه هذه الضبابية تأثيرها سلبي جدا على افتتاح السنة الدراسية. عدم الوضوح والضبابية من جهة، عدم الوضوح من جهة ثانية للمعلمين للطلاب للأهل للإدارة، ما بدفع افتتاح السنة الدراسية للإيجابيات بل أنه بيعطي جو إضافة للأجواء الموجودة ببلداتنا كمان جو غير مناسب، وبصدد أنه في إضرابات. والمؤسف جدا أنه أي معضلة أي قضية بتصير بالمجتمع العربي الملك العام الوحيد اللي ممكن نهدد فيه ونعاقب أنفسنا فيه ونعاقب الآخرين حتى فيه هو إضراب الطلاب عن المدارس، وكأنه ما فيش كمان وسائل أخرى أنه نكافح من خلالها لحقوقنا ولقضايانا العربية تجاه أنفسنا وتجاه بلادنا والحكومات والوزارات المختلفة. فواضح أنه هذا الشيء لا يصب في منفعة الطلاب. أنا بتأمل أنه ما يكونش وأسرع وقت كل رئيس بلدي يطلع اليوم قبل بكرة يوضح لأهالي بلد وطلاب ومعلمين والطواقم، نعم السنة الدراسية ستفتتح بغض النظر عن الإجراءات اللي بتحصل في وزارة المالية مع الميزانيات اللي بيحكوا عنها، علما أنه اتوضحت القضية وقيد الحل. يعني القضية قضية أسابيع والموضوع بيكون منهي بين وزارة المالية وبين البلدات العربية، ولا علاقة بين هذا وبين إضراب، يعني إضراب المدارس والطلاب في البيوت 1/9 اللي هو يوم عيد عند الطلاب خاصة الصفوف الدنيا صفوف الأوائل. يعني مين؟ قرار سموتريتش بتحرير الميزانيات هو مثل ما قرر رئيس مدينة طيبة يجب أن يعودوا الطلاب إلى المدارس. سموتريتش قرر كيف سمعت امبارح أنه في كان جلسات بآخر يومين والإشي انحل وقيد التنفيذ بأسابيع قريبة. من شكة حتى لو الإشي بعده في ضبابية هناك مش معناه أنه الطلاب ما تعيد في 1/9 والمعلمين والأهل في افتتاح السنة الدراسية. التربية والتعليم وهذا اليوم بالذات 1/9 بكل العالم هو يوم خاص، يوم ميز، يوم اللي بتلتقي الطلاب مع أصدقائها. الطالب بيشوف المدرسة أول إشي من باب الاجتماعية، بيلتقي مع أصحابه مع معلمينه، بعدين بتذكر فيه تربية وتعليم وتحصيل دراسي. فنترك الطلاب تفتتح السنة الدراسية ونتمنى النجاح والتوفيق وإلى الأمام دائما. طيب على كل حال نحن الآن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونتابع هذا الموضوع، وكذلك سنتحدث مع رئيس مؤسسة بانوراما بسام جابر حول المقابلة التي أجراها مع سموتريتش بهذا الموضوع. أهلا بكم من جديد مرة أخرى، نرحب بضيوفنا في الاستوديو المحامي نديم مصري رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ناصر أبو صافي المحاضر والمربي والمربية فادية محاميد من أم الفحم. أريد أن أسألك فادية محاميد،
عن الإضراب وعن الضبابية هذا، لك رأي في هذا الموضوع، ماذا تقولين؟ نعم لي رأي. أولا أنا أتكلم عن الإضراب التابع لمنظمة المعلمين. أولا وأخيرا أنا والمؤسسة التعليمية التي أعمل بها مدرسة ثانوية بداية البيات، نحن ندعم إضراب منظمة المعلمين ونحن نلتزم به أيضا. لماذا؟ لا يعقل أن تكون هناك منذ 6 سنوات فقط كانت هناك ميزانية للأجور الجديدة، لا يعقل منذ 6 سنوات لم تكن هناك أي اتفاقية على أجور جديدة. فكما تعلمون جميعا هناك غلاء فاحش نعيش به، لا يستطيع المعلم أن يكمل كافة المصروفات اللازمة. نحن لا نتحدث عن كماليات، نحن نتحدث عن مصروفات لازمة لأهل البيت ولا يستطيع المعلم. لذلك نرى هناك الكثير من المعلمين من يتركون السلك التعليم ويذهبون إلى ورديات مسائية أيضا، فهم بذلك أولا وأخيرا المتضرر الأول والأخير من هذا الوضع هو الطلاب. الطلاب هو الذي يتضرر بالأول والأخير، وذلك بسبب أن المعلم هو يأتي إلى المدرسة مرهق بسبب أنه يريد أن يعمل، يريد أن يوفر لأهل البيت كافة المصروفات اللازمة، وهو يأتي أيضا مرهق من ناحية نفسية لأنه لا يستطيع أن يعيش بكرامة في ظل هذا المعاش الغير كافي حسب رأيي. فيجب كلما كان هناك غلاء يجب أن تكون حسب رأيي أيضا ميزانية معقولة للمعلم وزيادة في الأجور. لا يعقل أن نكون على نفس الأجور منذ 6 سنوات بسبب الغلاء. ولماذا أيضا ميزانة وزارة المالية ماذا تقترح؟ تقترح لمنظمة المعلمين نحن نريد أن نعطيكم حصة إضافية بالمقابل أنتم يجب أن تتنازلوا عن حصص فردية، وهذا غير مقبول لي شخصيا أنا بتاتا أن أتنازل عن الحصة الفردية لطالباتي. لماذا؟ لأن الحصص الفردية هي أولا وأخيرا للطالب وليس للمعلم. أيضا نقطة أخيرة، أيضا المعلم لا فقط يعمل في المدرسة، أيضا هو يكون باتصالات مكثفة مع أهالي مع طالبات أيضا في المنزل، فهو يعمل بشكل مضاعف جدا. أنت لاحظت أستاذ نصر هناك نوعين من الإضراب، إضراب إيرز ومنظمات المعلمين في الكتب الابتدائية والمجالس المحلية. أنت تتحدث الآن بلسان المجالس، خدت عضو بلدية في قلنسوة وهكذا. ونحن الضحية. أنا بحكي على النوعين من الإضراب، النوع الأول رؤساء السلطة البلديات العربية تضرب هذا إجحاف بحق الطلاب. هناك عدة وسائل وعدة طرق اللي بتقدر البلديات على مدار كل السنة إن تحصل والطالب حقوقها، اللي احنا بنعرف كل البلدات العربية على مدار السنين على مدار فصول السنة كل سنين بتعاني من ميزانيات. فكمان ما لان احنا نضرب الطلاب في 1-9 بتتحسن دراسية بهذا الشكل، احنا من عاقب مين؟ هذا جلد الذات أنا حسب رأيي، وفش له أي محل بصدد أنه في هناك طرق كبيرة وعديدة وكثيرة طالب البلديات حقوقا اللي أنا موافق فعليا. الشق الثاني منظمة المعلمين، أنا مع تحسين ظروف العمل للمعلمين، أنا معلم ومدير وعارف جاي من سلك التعليم، أنا مع تحسين ظروف المعلمين. وهنا بدي أرفع سقف تحدي منظمة المعلمين ونقاشة مع المالية والوزارة المهتمة وزارة التربية والتعليم لظروف المعلمين. ظروف المعلمين لا تبدأ وتنتهي بتحسين معاشاتهم. كان بالآخر السنوات الأخيرة هناك منظومات جديدة وأطر وتحسين ظروف العمل ووظيفة المعلم في الابتدائي وفوق الابتدائي. تحصيل الدراسي تقدم، تغير نسبة التحصيل، ما تغير نسبة الطلاب اللي بتنهي إعدادي وثانوي وابتدائي اللي لا تجيد علم الكرة وكتابة. هناك أبعاد عديدة وكثيرة ما تحسنت ظروف إداء المعلمين بجرد إحنا حسننا ظروف المعاشات. ظروف المعاشات أولا ممتازة تكون، ولكن لا يبدأ وانتهى المشوار هون، إنما منيح نتعلم من دول أخرى، جهاز التربية والتعليم يتطور فيها ونأخذ الأفكار ونأخذ النجاحات كيف وسعوا وطوروا مكانة المعلم في هذه المجتمعات. تبدأ في قبوله للجامعة، ثانيا في تأهيله بالجامعة وإعداد المعلمين، المضامين، أساليب التدريس، مكانته، لأنه طالب اللي بيحس بينجح وبيتعامل عند معلم اللي بأخذه على مسؤوليته لنجاح وإعداده لمعركة الحياة، هذا المعلم بعدين تلك الطالب والأهل هو الرجل المثالي والإنسان المثالي. فهناك في مرافق عديدة وكثيرة لتحسين المعلم وعمله وظروفه وليست فقط هذه من نظرة تربوية. أنت
حديثك الآن رئيس لجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في الوسط العربي، يعني كيف ينظر الآباء وأولياء الأمور الطلاب إلى الموضوع؟ أولاً الجواب يقسم لقسمين. أولاً نحن ندعم مطالب السلطات المحلية بإعطائها الميزانيات وكما تم إقرارها من قبل، وبالذات يعني نحن نعلم في خطة الخماسية 550 هناك ميزانيات التي قاموا برصدها للمجتمع العربي لسد الفجوات أو على الأقل سد قسم من الفجوات الموجودة في المجتمع العربي، ومنها في جهاز التربية والتعليم. فعمليا تجميد هذه الميزانيات هو مس مباشر كمان في السلطات المحلية وفي المدارس. نحن نعلم اليوم المدارس وبعض السلطات المحلية تعجز اليوم لتجهيز المدارس لافتتاح السنة الدراسية. هذا من جهة نحن ندعم مواقف ومطالبة السلطات المحلية بإعطائها الميزانيات الكافية لتعزيز ودعم جهاز التربية والتعليم المحلي. من جهة أخرى منظمة المعلمين، نحن ندعم مطالبهم ونريد أن يكون هناك أن يعيشوا بحياة كريمة وأن يكون لديهم ظروف عمل وأجور ملائمة ومناسبة ل تعبهم وظروف عملهم وغلاء المعيشة. ولكن استعمال الإضراب كوسيلة دائما استعملها سواء منظمات المعلمين أو السلطات المحلية وبالذات على المدارس، هذا أعتقد أنه أمر إحنا لا نقبله. ودائما إحنا مطالب دائما السيئات التمثيلية أن تحيد الإضراب. يعني منظمة المعلمين الفوق الابتدائية منذ سنة، السنة الأخيرة كانت هناك تشويشات وكانت هناك احتجاجات. يعني لا يعقل انه في حال انه بعدكم انتم ما قدرتوش توصلوا لا اتفاقيه عمل او تحسين مع وزاره التربيه او وزاره الماليه انه الاضراب يكون هو الوسيله الوحيده. هناك سبل اخرى، يعني ممكن انهم تشويش بعض ساعات العمل، ممكن الاحتجاج، ممكن اتخاذ اجراءات اخرى. السلطات المحليه كذلك، يعني السلطات المحليه والهيئات التمثيليه بالمجتمع العربي اول ما بتقول انه ايش يكون اضراب بسكروا المدارس. طب العمال والمجتمع عندنا غير مبالي، كلهم بيطلعوا على العمل، الطلاب بيكونوا بالشوارع، وبالتالي الإضراب لا يفي بالنتيجة اللي بدهم وصلوا إليها. فلذلك نحن نطالب دائما، ندعم مواقفهم ومطالبهم، ولكن نطالب على الأقل تحييد الطلاب وتحييد المدارس من هذه الصراعات. معنا على الخط الهاتفي بسام جابر رئيس مؤسسة بانوراما للحديث معه حول قرار الوزير سموتريتش الذي خص به موقع بنت وقناة هلا، وأعلن فيه عن تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية. بسام جابر، نريد أن أسألك، يعني هل الأمر انتهى بالنسبة للمدارس؟ يجب عليها أن تعود إلى الانتظام يعني في بداية السنة الدراسية الجديدة؟ مساء الخير أستاذ شاكر، ومساء الخير لضيوفك الكرام. سنو. أول شيء مدام بتحكوا عن الموضوع الإضراب وموضوع أو لا أو شو الأراء، قبل شوي بعت لي شخص من الفحم فحماوي زي ضيفتكم اللي عندكم إسا، أحمد صالح حمدان أبو رعيد، بكتب لي بدي أقرأ حرفيا شو كتب. بكتب رؤساء السلطات المحلية، يعني أنا بأكلكم بخاطبهم بكلهم، إنه إضراب المدارس ممنوع لأنه خسارة لأبنائنا، لا يوجد عذر لإضراب المدارس لأنه خسارة لأبنائنا في فترة الكورونا. في يعني يكمل في فترة الكورونا أبنائنا خسروا ولم ينتظموا بالتعليم بالزوم. أقولها ممنوع في أي مشكلة أو بسبب أي مشكلة تلميح بتعطيل المدارس. في العديد من المرات أضربت المدارس، لم تحل أي مشكلة. بقرأ أنا حرفيا شو كتب، لم تحل أي مشكلة. الإضراب لعبة دورا سلبيا وخسارة لمستقبل أبنائنا. كفى كفى كفى، هاي اللي كتبه أحمد صالح حمدان، يعني وصلني للتو قبل دقائق، وصلني بالواتساب. كل أحوال بالنسبة لموضوع سموتريتش، شفت أنا حتى ودوا لي إياه، كاتب في حسابه بالحسابه بالفيسبوك، كاتب ليش أنا توجهت لبسام جابر، بدي أحكي يعني بدي أخاطب المجتمع. كاتب هو أنا توجهت لبسام، شاب لا شاب الاسم، يعني توجهت لبسام جابر مشان أخاطب المجتمع العربي وأقول له إنه أنا ما كنت قاصد إنه ما أعطيش المصاري 200 مليون هذولا أو بعرفش قديش بالضبط، ربما يزيدوا،
او الكل، بعرفش انا الرقم الدقيق، ولكن بالنسبه للمملكه انا ما كنت ان انا بديش اعطي، انا كنت بدي اعطي بشروط، والشروط اللي حكاها انه لا 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 تستغل هذه المبالغ لاشياء في الجريمه، ولاناس يكونون بالجريمه، يعني بالضغط منهم ياخذوا المصاري، وبدل ما تاخذها السلطات المحليه ياخذوها ناس بنوع من الخاوه. فهاي اللي قاله هو بالمقابل، مقابل حوالي نص ساعه، انا نفسي كمان كان بهمني اسمع، سالته كذا مره انه هل معنى هاي المقابله انك بدك تعطي المصاري للسلطات المحليه العربيه؟ كل الوقت قال انه انا ما قلتش بديش اعطي، انا بدي اعطي بس على الشروط. فحبيت الفت انتباه لانه ذكرته هاي المقابله، ذكرته سموتريتش، فقلت بجوز من المناسب اني انا اقولكم شو رايي. وعلى فكره بغض النظر عن ارائه السياسيه وارائي، طبعا موضوعيا كان كثير مهم انه يخاطب الجمهور العربي، لانه يعني بصيرش انه الجمهور العربي يكون مهمل من كل الوزارات، من رئيس الحكومه، من كل الجهات بكل المواضيع. فكان انا بالنسبه لي كان مهم كثير انه هو بادر لهي المقابله وطلب يحكي زي ما حكى، وحكى واعطيته الفرصه انا. شكرا لك بسام جابر رئيس مؤسسة بانوراما، شكرا على هذا الإيضاح. شكرا. نعود إلى ضيوف الاستوديو، لنبدأ الآن مع نديم مصر الآن، وتحدثنا عن أولياء أمور الطلاب. أولا، المدارس العربية جاهزة لاستقبال الموسم؟ ليست جاهزة، يعني مع الأسف هناك في تفاوت، يعني وبالذات يعني بالفترة الأخيرة نسمع من السلطات المحلية على أثر تجميد الميزانيات تعاني من ضائقة مالية، وليس هناك ميزانية كافية حتى أنهم يقوموا بتجهيزها بالذات بالنسبة للترميمات. يعني نعلم أن المجتمع العربي هناك نقص في غرف التدريس، يعني مدارس ليس لديها غرف تدريس، وقسم منها حتى في باستئجار. إذا كنا نريد أن نرى حتى في إخواننا في الجنوب في منطقة النقب، هناك الوضع أسوأ بكثير من الوضع في الشمال، هذا من ناحية البنية التحتية. ومن جهة أخرى يعني نحن نرى بأن هناك لحد الآن في هناك إشكاليات بالنسبة لتوظيف معلمين، وبالنسبة لأمور أخرى من توظيفات من داخل المدارس، تعزيز الحراسي بالذات. يعني نحن نعلم بأنه اليوم المجتمع العربي يعاني من عدم الأمن والأمان، وهناك حاجة ماسة لتزويد الحراسي في داخل المدارس، وهناك مدارس كثيرة حتى الآن ليس لديها حراسة، وحتى الحراسة إذا كانت هي حراسة غير مهنية في داخل المدارس. نريد أن نسأل المربية فادية محمد من أم الفحم، يعني استقبال السنة الدراسية إضراب أو مش إضراب؟ يعني أنت جاهزة أنت وبقية المعلمين، يعني خصوصا انه الضبابيه موجوده بالنسبه للمعلمين؟ نعم، هناك ضبابيه في الحقيقه، نحن نتامل، ومن دواعي سروري ان تكون هناك اتفاق حقا. يعني انا اعرف ان الحل الوحيد هو لرجوع عوده الطلاب الى المدارس، ولكن انا اتوقع ايضا من كافه اولياء الامور ان يتفهموا ايضا الوضع القائم، هناك عده مدارس غير جاهزه من اجل استقبال الطلاب، هناك بنى تحتيه صعبه، هناك ازدحام في الصفوف، هناك عدة مشاكل في مدارسنا العربية، ويجب أن يكون هناك تفهم أيضا من أولياء الأمور، المجالس المحلية يجب حسب رأيي أن يجب أيضا أن تعمل على تحسين من المدارس والبنى التحتية في المدارس، تجهيز. هناك أبسط الأمور غير متاحة للطلاب للأسف. نسأل الأستاذ نصر أبو صافي، خصوصا عن أنت من البلدية ومجالس محلية، أريد أن أسأل عن ظاهرة العنف والجريمة المتفاقمة، هل تؤثر على المدارس، تحتل حيز في العملية التربوية في السنة القادمة؟ المفروض أنه بظل الأحداث والتصاعد في أعمال العنف والجريمة، إنه هذا الموضوع هو يأخذ الحيز والموضوع الرئيسي والمركز هاي السنة في المدارس العربية. واللي بقصده إنه يأخذ حيز جزء لتجزأ من المنهاج، من السيرة أو السيرورة التعليمية التربوية بشتى الأجيال الابتدائية والفوق ابتدائي في المجتمع العربي، حتى نمنع ونعطي دورنا كمؤسسات تربوية منهجية ولا منهجية، ونمنع الشباب الضائق أو بخطر الموجودة، والأولاد والشبيبة والشباب اللي موجودة بين إيدينا، نمنحهم مستقبلا أنه ينحرفوا لهذه الجهات.
هذا المكان وهذا الزمان فيش مؤسسة بدلت المدرسة في البلدات العربية. المدرسة بعدها مؤسسة مركزية عليها الأعين سواء السياسيين أو الأهالي أو الطلاب أو المعلمين وغيرهم، كل من احتياجاته اللي بيشوفها المؤسسة مؤسسة مركزية. فهات نستثمر وجود هاي الطلاب هناك ونأخذ الموضوع الرئيسي المركز السنة هو موضوع المجتمع العربي وتحدياته وتغيرات اللي بتمر فيه بظل العنف والجريمة. فلازم وإذا ما فيش لازم هاي مطلب الساعة أن هذا الموضوع يكون، وأنا بنتهز هذا الفرصة وبناشد المعلمين والمدراء والقائمين على الموضوع أنه هذا الموضوع موضوع الرئيسي يكون من خلال الورشات المدعمة المعززة الموجهة من أقسام الاستشارة والأخصائيين لنقاش حضاري راقي حتى بنهايته نمنع الطلاب والشبيبة ينزل كل هذا المحل. أما بالنسبة للتجهيزات بدي أوضح للجميع للإخوان والضيوف وللجميع المشاهدين، المدارس والمجالس والمدارس بتأخذ ميزانية بأواخر شهر حزيران، ميزانية معرفة لترميم حسب مفتاح معين وزارة المعارف لترميم المدرسة والمدارس. هذه الميزانيات توصل بشهر 6 أقصى حد لكل بلدية وبلدية أوائل تموز أول العطلة. فيش أي سبب أنه نوصل 1-9 بعد 70 يوم وبعدنا آخر أسبوع منشوف حراك نظافة وترميم حوالين الحضانات والمدارس في بلدات العربية والموارد موجودة. اثنين، نقص الصفوف. وراي قضية إذا كانت بلداتنا بتحضر خطة استراتيجية حدد الطلاب هذا الشيء المفروض يكون من قبل سنة وسنتين، من 1-9 اليوم لازم أعرف سنة الجاي 9-24 شو علي وشو علي. ما بنقدر يومين قبل السنة الدراسية نعرف ناقص. أنا كنت بمدرسة ابتدائية عندنا في البلد بدي أنهي وأقول المدير تقول ناقصني صف، زادولي صف أول وناقصني غرف. طب إيش؟ طب ما هو معروف عدد الطلاب، من ولدوش اليوم صف الأول، صار 6-7 سنين بالحياة وموجودين وبتعلموا. يعني لو كان هناك تخطيط استراتيجي في بلداتنا لأقسام المعارف وبنشوف الطالب هو الطالب المركز الإنسان اللي بحركنا كلنا حواليه وبنطلع منظومته تأهيله وتحضيره من صف من بيئة من بنية من حوسبة من قاعات رياضية من قاعات محوسبة من مختبرات من مكاتب، ما بنوصل لهي المحلات. وعلم قسم كبير من الميزانيات اللي بتعد المدارس للسنة هو موجود مش مربوط في سموتريتش وغيره. فهاي الوضع نفس الموضوع. نفس الموضوع يعني بدي اعقب على شغلتين. يعني صحيح انه هناك ميزانيات اللي هي خاصه لترميم المدارس، ولكن نعلم بانه جميع السلطات المحليه اكاد اجزم انه معظم السلطات المحليه من المجتمع العربي نعم تعاني من العجز، تعاني مش فقط من العجز، يعني الميزانية التي ترصد مشان الترميمات هي غير كافية. يعني هناك مجلس محلي عنده مثلا 1,000,000 شيكل مشان ترميمات الصيفية للمدارس، ولكن هو بحاجة ل 2,000,000 شيكل. فلذلك إذا كان 1,000,000 شيكل هي لا تكفي لترميم جميع المدارس، يجب إيجاد ميزانيات أو استعمال ميزانيات أخرى من أجل تجهيز المدارس. هذا من جهة على مدار السنة طبعا، هذه تراكمات، هاي تراكمات. احكي لك انه بنصادق كل شهرين على ميزانيه غير اعتياديه لترميمات هون هناك خلال السنه الدراسيه. صحيح في دراسه. فلذلك يعني الميزانيات دائما لا تكفي، عشان انه في هناك تراكمات في عدم الترميمات او البنيه التحتيه الرديئه في داخل الجهاز التربوي والتعليم. الامر الاخر بالنسبه لموضوع التربيه، موضوع العنف والجريمه، اريد يعني ان هناك مبادره، دعني ارتب هذا السؤال بامكانك الاجابه مثل ما تريد. يعني كيف على الطواقم التعليميه لما تحدث عنها التعامل مع الموضوع العنف والجريمة لطلابنا في المراحل المختلفة؟ كيف عليهم أن يشرحوا ما يجري حولهم؟ هل المدارس بحاجة أو بالاستعانة بأخصائيين وخبراء في مكافحة الجريمة؟ يعني منذ شهر هناك مبادرة خاصة وشخصية من اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، لجنة متابعة قضايا التعليم وهيئات أخرى بصدد بناء برنامج تربوي يمركز السنة، هذه السنة نركز هذه السنة على البرنامج توعبي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وإعطاء هذا البرنامج بشكل مهني. هناك أشخاص مهنيين الآن بصدد بناء هذا البرنامج وعرضه على المدارس وبتنسيق مع لجان أولياء أمور الطلاب حتى إنهم يفعلوا ليس فقط الطلاب والمعلمين، وهو عمليا برنامج شامل لتفعيل المدارس والطلاب
في كيفية التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي، ودمج وتنسيق فعاليات مع الأهالي، وإعطاء أدوات للمعلمين على كيفية التعامل مع هذا. وهذا الأساس يعني قمنا بالآن سوف يطرح هذا الموضوع على جميع المدارس من قبل اللجنة القطرية ولجنة متابعة قضايا التعليم وهيئات أخرى التي تقوم بتنسيق وبناء هذا البرنامج. لذلك اليوم في عنا إحنا كل يجب أن يفعل يقوم بما يستطيع من أجل مكافحة هذه الآفة. ونحن كلجنة قطرية نرى بأن مسؤوليتنا ولجنة متابعة قضايا التعليم ولجان وجمعيات المدنية من المجتمع العربي أخذت هذا على عاتقها، أنهم بناء البرنامج وتفعيله بداخل المدارس وليس فقط إجراء إضرابات وتشويتات للطلاب. نحن نريد الآن إدخال هذا البرنامج وتفعيله عن طريق الأهالي والمعلمين والطلاب والهيئات التمثيلية وجميع نريد أن نسمع المربية فادية محميد في هذا الموضوع، خصوصا يعني الطلاب الصغار الذين كانوا شاهدين على حوادث عنف، سمعوا اطلاق نار واشياء مثل هذه الامور. بيد انا اعلم المرحله الثانويه، وهي مرحله ليست بسهله، وكما تعلمون تحديات المراهقه وتحديات العصر، العنف، العولمه وكل هذه الامور. نحن حظينا إن لنا عدد سنوات في المدرسة ببرنامج وزاري هو لمحاربة العنف والكحول والسموم، فنحن كل سنة لدينا خطة عمل تربوية وتعليمية أيضا ومهنية في المدرسة، إذ يكون هناك عدة ورشات للمربيات للمعلمات أيضا، وهناك أيضا ورشة للأمهات إذ يتم دعوة الأمهات مرة أسبوعيا لشرح حول هذه المراهقة حول العنف. مثال أنا في حصة التربية أقوم بفعاليات كيفية التحكم بردات الفعل، وحسب رأيي هذا الجيل ما نحن بحاجة إليه، كيف السيطرة على مشاعر الغضب. وأيضا هناك الطاقم أيضا يمر بورشات من قبل مختصين. نحن لدينا هذا البرنامج، والمناخ التربوي أيضا حسب رأيي والمناخ في المدرسة أيضا يؤثر كثيرا. فضل أستاذ نصير. إذا منفوت على مبادرات صندوق إبراهيم، نشوف الأبحاث اللي عملوها بآخر سنة أو سنتين. هناك في بحث قريته بالصبح امبارح في أن 49 خطة وبرنامج هل الأهالي اللي هن موجودات لمكافحة في المدارس للشبيبة والشباب، 19 منهن مستورد من خارج المدارس، و30 برنامج من داخل وزارة المعارف اللي بتتوزع على المدارس. العطب في الموضوع أنه ما في هناك جسم اللي بتابع وبواكب وبراكب على تفعيل هذه البرامج، زي ما بيجي مرشد اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية وخطة المنهاج والوحدات والباقروت وكذا وكذا وكذا، ما في. فالإشي بيضل زي ما له صبغة لا منهجية، مش مأخذ حقه كما يجب عند المدراء عند المعلمين، وإنما لأن كل من يمكن في التحصيل اللي هو 30% 60% والباقي بيطلعوا بدونه. فهاي ملاحظة رقم واحد. ملاحظة الثانية إنه كمان إنه البلدات في البحث كمان أشار البلدات العربية اللي بعد فيه هناك تماسك اجتماعي وترابط وتلاحم اجتماعي وفيش تعددية كثير، ما تحدوا أنفسهم بهذا الشيء، طالما وين ما في العائلة والترابط العائلة موجود، ورجال دي المؤسسة الدينية احترام اعتبارها، والمدرسة ثلاث مؤسسات مركزية أشار البعض، المدرسة العائلة ومؤسسات الدين من أهم المراكز اللي متكافح وبتعطي جواب لمكافحة العنف المرجلي. فهي نداء لجنة أولياء الأمور القطرية إنه نقوي الترابط والتلاحم بين المدرسة وبين الأهل، خاصة للطلاب اللي بضائقة أو غيرهن، نقوي دور المدرسة بهذا الباب. وأنا بحكي لكم أخ شاكر إنه المدرسة ما بتعطي حق للتداخل الأهالي في هذا الموضوع في حياة أولادهم في المدارس. هاي فرصة العمر إنه هذا الشيء أول خطوة نختفيه اللي بيعطي أجوبة عديدة وكثيرة، مش بس للعنف الجريمي، كمان حتى للمتفوقين دراسيا. اثنين، رجال الدين، احنا بعدنا بثقافتنا ربع الركيزة الدينية بتأخذ حيز كبير في الثقافة العربية، نستعين فيهم وهاي المرجعية كمان ترجع الحضارة والثقافة العربية في خطابها مع الطلاب، والمدرسة تأخذ التنوع الموجود. هذه الثلاث دوائر أعتقد إذا أخذت حيز وموقع لسؤالك أخ شاكر إنه هذا الموضوع بهاي المهنية بهذا العمق بهاي الكين الثوابت بهذا الشكل، أعتقد إنه فعلا بنمنع كثير طلاب تنزلق في المستقبل. سؤال أخير إليكم الثلاث، كل واحد بيجيب على السؤال بنظرة شمولية، يعني ما يرجوه
من الموسم القادم يعني. على ماذا يجب أن تركز الطواقم التعليمية من ناحية تربوية في السنة الدراسية الوشيكة؟ لنبدأ مع فادي. على القيم، ليس لا يجب أن نذكر العنف، يجب أن نذكر قيم بديلة. نحن نفعل هذا في مدرستنا ونعزز أيضا من قيم التسامح، قيم العطاء، قيم الاحترام، قيم تقبل الآخر المختلف عني. من شأن أن حين نعمل نحن على القيم، فمن شأننا أن نخلق جيل ذو مبادئ، جيل يعرف كيف يتصرف في الأزمات وكيف يعطي ردات فعل ملائمة. نحن جدا بحاجة إلى هذا الشيء. أستاذ نديم، أنا أعتقد يجب العمل على تعزيز الانتماء والهوية وبناء الإنسان، وأعتقد من خلاله نستطيع أن على الأقل نكافح هذه الآفة الموجودة عندنا بالمجتمع العربي. وشيء آخر أعتقد أنه علينا العمل بالنسبة لتعزيز تعليم اللغة العربية، لأنه اليوم إحنا شايفين أنه الوضع عندنا صعب، وبالذات على أثر النتائج اللي طلعت قبل يومين من الميتساف اللي هو امتحان الإنماء. هناك نسبة كبيرة عمليا من صفوف الرابع وصفوف الثامن، نحن نرى بأن هناك نسبة عدم فهم المقروء عندهم وصلت عمليا صفوف الرابع 88% وصفوف الثوامن 76%. أنا أعتقد هذول الجانبين يجب العمل عليهم. أنا أعتقد ساعتها بنقدر نوصل إحنا على الأقل إلى مجتمع وجهاز تربية وتعليم وتهيئة طلابنا إلى مستقبل أفضل. بنهوض بتحصيل الدراسي في الامتحانات النما وغيرها، بدك مناخ دراسي. المناخ دراسي اللي بتقلك أول شيء العلاقة الصحيحة الطيبة بين الطلاب أنفسهم، بين المعلمين والطلاب، منظر المدرسة، البيئة والمحيط من ساحات وملاعب، غرف دراسي تكون هيك مكان يطيب العيش فيه، اللي هو الصور بيعكس صورة البلد. هذا أهم شيء المدارس تأكد عليه السنة، ويكون النمي الطلاب والتعامل معه كإنسان بكل ما تعني الكلمة من إنسانية وأنسنة، كونه إنسان سواء رفاه الاجتماعي، رفاه الشخصي، ثقته بنفسه، تداخله الاجتماعي، أخذه بالمسؤولية، شراكته باتخاذ مصيره، نخاطبه من محل حواري تثقيفي تدعيمي. ومن هناك بنوصل للتعليم وللمتساب وللبقروت وللجامعة. أمر مقلق يعني اللي تحدث عنه 100% مقلق، لأنه صحيح. إحنا بدنا نعلم ونجيب للجامعات على أرضية غير خصبة. صحيح. شكرا لكم في الاستوديو المحامي نديم مصري، رئيس اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب. شكرا لك المربي والمحاضر ناصر أبو صافي، وشكرا لك المربية فادية محميد من أم الفحم. أعزائي